الحي هذا جاي بجانب يمر به طريق وطني رقم 119، وهذا الطريق الوطني راح انجز فيه مشروع نتاع إنارة الخارجية، ولكن منذ انجازه ما شفناه لا شعل لا ما شفنا سلطات جات شافت فيه وحوست عليه. رانا شفنا الكليراج هذا ندار لمده تقريبا سنه او اكثر، الكليراج ندار بطوية طاحوا ابري عاودوا خدموهم، اليوم في تقريب سنه ما شعلوش، ما شعلش هذا الكليراج. هذه الاولى. ومن جانب الحاجه اللي محتاجين هذا الضوء هذا، الاولى لولادنا صغار يفرهم يمشي عند الطريق ويجوا دايرين، راه اللي يجي من هنا ما يشوفناش خاصه الظلمه، وحتى ملي تكون ماشي مع الطريق منا الظلمه حيوانات راه بني ادم ما تحسش السراق ما تحسش راك سيدو يوميا ربعه ثلاثه يسروا في هذا الطريق حسن. وانا قلنا لهم عاودنا الهضره وما كانت الاجابه ما كانش. بالنسبه للاناره كانت عندنا اشكال، تم انجاز المشروع اللي هو ما يقابل 60 عمود كهرباء، الا اننا لاحظنا انه لم يسلم المشروع في مركز كهرباء. كانت عندنا اشكاليه فقط الاسبوع الماضي، تم الوصول الى حلول مع شركه صنع الغاز حيث اتفقنا على تركيب عداد كهربائي، كما اعطينا امر للمقاوله رانا درنا لها المراسله الرسميه اللي هي 1 سبتمبر على اساس انه يبدا في تركيب الشطر الثاني من بوست تاع الكليراج. بالتالي الاشغال الشرابيه باذن الله نتوقعها في هذه الاسابيع ننتهي من اشغال الطريق الوطني.